هذا يا ابوك ها. هذا لبس الجبل. الله، هذا حكم جبلي. ما شاء الله، هذا لبس الجبلي ترى، يعني هذا ايام عرس وايام. وهذا المصلى انت يعني هذا بول العجاز والبحومه صلتها تطويها ولفتها حسن عروسه. ايوه هاي العروسه ما شاء الله ترى، هذه يعني عرس يعني كم هذا؟ وجهها الى سنه 300 400 ريال سعودي كان زمان. يا وش اللي فيها الواحد يصلح ويجهدها ويحقنها ما شاء الله يعني كل الامر طيب. وهذه المطحنه، هذه المطحنه نشير، هذا نشير ولا بحبها ما شاء الله. ايوه هذا بحب. يا سلام، جرب جرب حط لنا كذا، خلينا نجرب المطحنه هذه. ايوه ايوه هذه يطحن بحب، يطلع ما شاء الله. وهذه بحيسي، هذه تراها وهذه مسحقة عين لحن الفقر. ايوه صحيح بطريقة ايوه يفرق. الله يرحمك يا امي، الله يرحمها ان شاء الله. والله يرحمها تسوي زي كذا ها، والله صدق تفرق وفرق ها، وتفرق حتى يغلي خلاص. الله وخبز وعجين وهناك تعب صدق. الله وهذه هذه ها، الفرق بين ذي وذي فرق كبير. هذه حق الطيب، هذه مسحقة حق الطيب فنان ما شاء الله. لا ما شاء الله. وهذه تحت حق مشاهد. الله. طيب خلينا نسولف عن هذه الصحون اللي محطوطه. الصحون هذه منظرها يجمل البيت، قلت احنا ما هو عين الجبل البيتية. يا سلام، هذه هذه حلو يصلحونها بهذه المناظر وهذه البويه. عين منظر. اسمع اسمع المعلومه دي مني. هذه يقول لك اللي فوق غير الجمال، يقول لك لما يجي الهواء تحرك الصوت الموسيقى. ها؟ نعم. يا سلام. والله هذه باسل وعدها كبار. يحط لها ويعالجونها ويطلع الهواء يعبها، تظن كانها مع كذا. الله الله يسعدك. ما شاء الله تبارك الله، جمال الطبيعه. شوف الدله كيف، هذه الدله. مدله ترى. الشر ولا البن؟ ايوه هذه شوف الان، هذه هذه الجبنه. ترى هذه عندها الجبنه. وهذا مركب يحطون في البخش ويطبخون اللي يسرك عليها شاهيهم وقهوه كزمان. الله اي أيوة والله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يعني جمال الطبيعه في هذا المكان والونس والمحبه. نعم. هو دائما يقول اهل الاول اهالينا. نعم. يكادين ورياحين. الله يزيد الوجد ماضينا وللذكرى. نعم. ينادينا سوالفنا وضحكتنا. نعم. وجلستنا وماسينا. الله اهل اول اهالينا. نعم. يقول يا رياحين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نشكر من صور معنا. نعم نشكر من صور، جزاك الله خير.